أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض المصلين يقول في الجلسة فيما بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، فهل يجوز هذا أم ينكر عليه؟ لا، طيب، هذا تصلي لهما مع صلاتك، تدعو لهم مع دعوتك في الصلاة وفي غيرها. من اللي خصص الفريضة أنه ما يدعى للوالدين؟ ما خصص أحد من أهل العلم، لما هذا عند العوام فقط.